أهلا بكم من جديد ومتابعتنا اليومية لأحوال الطقس، خاصة أنه خلال الأيام الأخيرة يلاحظ الجميع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. في هذه التغطية نستعرض مع حضراتكم حالة الطقس من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل بحسب ما أوردته الهيئة العامة للأرصاد الجوية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تتوقع أيضا الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الجمعة 4 نوفمبر إلى 2 السابع من نوفمبر سنشهد شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وأيضا شمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 27 والصغرى 17. ننتقل لحالة الطقس غدا السبت، فستكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وستنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. وستكون درجة الحرارة فيه على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 17. وإلى طقس الأحد، حيث ستكون الشبورة الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح أحيانا على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وستكون درجة الحرارة فيها العظمى 26 والصغرى 17. أما الاثنين، ستنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وستكون درجة الحرارة فيها العظمى 25 والصغرى 27. ووصلنا لنهاية هذه التغطية، وإلى لقاء آخر في تغطية جديدة نستعرض من خلالها حالة الطقس على تلفزيون اليوم السابع. جزيل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة.